وفي لقاء مع أون لايف قالت والي إن الوزارة تتبنى مبادرة مظلة أطلق عليها سكن كريم، وهي معنية برعاية جميع مبادرات المجتمع المدني لتطوير القرى الفقيرة ودعم خطة تنمية متكاملة فيها. احنا عندنا مبادرة اسمها مبادرة سكن كريم. هذه المبادرة هي مبادرة مظلة، مبادرة بتهتم برعاية كل المبادرات اللي فيها تعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني لتطوير البنية التحتية، سواء كان تطوير البنية التحتية ده بيشمل رصف طرق صغيرة او وصلات مياه او وصلات صرف او كهرباء او تسقيف منازل وتحسين حالة المنازل او اعادة بناء المنازل المتهدمة، الرعاية الصحية وتطوير الوحدات الصحية، تطوير المدارس والبنية التحتية للمدارس، كل ما يجعل من القرية مكان يصلح للتنمية وكل ما يؤدي الى زيادة دخل المواطنين وتحسين جودة الحياة في القرى احنا معنيين بيه، وبيقع تحت مظلة سكن كريم. مظلة سكن كريم هي مظلة بتتيح البيانات والمعلومات لمؤسسات المجتمع المدني حوالين احتياجات القرى من حيث تطوير البنية التحتية. ايضا هي مبادرة بتتيح التمويل لمؤسسات المجتمع المدني اللي محتاجة تمويل.